وبيتكلم فيه عن يوحنا المعمدان. في شخصيات جت غيرت شعوب، شخصيات لها قوة، قوة شخصية، قوة روح، غيرت في شعوب وأثرت في شعوب. يعني ممكن شخصية واحدة تغير شعوب، تغير فكر، تغير حياة، تقوم من الموت. من ضمن الشخصيات ديت شخصية يوحنا المعمدان، بنسميه ملاك العهد الجديد، ملاك العهد الجديد. يوحنا المعمدان حلقة الوصل بين العهد القديم والعهد الجديد. مرت فترة ما كانش فيها نبوات، حوالي 300 سنة، وفي سفر ملاخي يقول كده: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ الطريق قدامك. والنبوة دي اتحققت في شخص يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان شخصيته عجيبة في كل حاجة. احنا قلنا ممكن شخصية تأثر وتغير شعوب، بس المهم يكون ليها قوة الروح. يوحنا المعمدان كان عجيب في ولادته، اتولد بطريقة معجزية. الملاك ظهر لأبو زكريا وهو بيبخر وقال له: طلباتك وصلواتك قد سمعت. يعني عايز يقوله ان ثمرة الصلاة بتاعتك هي يوحنا المعمدان. وده يعلمنا ان دايما الصلاة بيثمر عجائب، دايما الصلاة بيثمر وبيطلع عجائب. عشان كده كانت ثمرة صلاة زكريا وإليصابات هو يوحنا المعمدان. والملاك قال له انه هيتسمى يوحنا، معناها الله يتحنن، وكأن الله يتحنن هينزل ويتمم الفداء. عشان كده زكريا أبوه قال كده: بأحشاء رحمة إلهنا التي بها افتقدنا المشرق من العلاء ليضيء على الجالسين في الظلمة. جه يوحنا في فترة صعبة جدا، انقطعت النبوة فيها حوالي 300 سنة، كانش فيه أنبياء، وكان الشعب كله تايه. فجه في وقت صعب جدا، زي ماري مرقص كاروزنا وأبونا، جه برضه في وقت صعب جدا في مصر، وكان فيها ديانات كتيرة جدا وفلسفات، كان الشعب مش مهيأ، ما فيش أي تهيئة لأي حد. فبرضه ماري مرقص جه، بس بقوة روحه غيرت مصر. برضه يوحنا المعمدان بقوة روحه غير الشعب وهيئه للمسيح. يبقى عجيب في ولادته يوحنا المعمدان، عجيب حتى في حياته من وهو في بطن امه، نلاقيه كده ارتقد بابتهاج اول ما العذراء جت والمسيح كان في بطنها، يقول ارتقد الجنين بابتهاج، وكانه عايز يشاور على المسيح، يقول مش انا ده، انا جاي بهيئ الطريق قدامه والذي لست مستحقا ان احل سيور حذائه. وعاش بعد كده يوحنا في الصحراء في الجبال، وكان رجل صلاة وصوم، وكان زاهد في كل حاجة. حياته الداخلية، يوحنا المعمدان بقى حياته الداخلية القوية أثرت على خدمته. يعني سر قوة خدمته وسر قوة شخصية يوحنا المعمدان هي في المخدع بتاعه. المخدع بتاعه يعني ليه صلاة، ليه صوم، ليه عشرة مع ربنا. ما كانش ينفع يطلع وهو ملوش قوة الروح ديت. يعني قوة حياته في مخدعه. عشان كده الداخل أثر على الخارج. لما الداخل يكون قوي تأثيره الخارجي برضه هيكون قوي، والناس هتلاحظ. قوة يوحنا المعمدان انه كان دايما شاعر انه هو واقف قدام ربنا حتى لو بيكلم الناس. احنا قلنا ان يوحنا المعمدان جاي بروح ايليا. ايليا دايما كان ليه قول مشهور قوي، يقول: حي هو الرب الذي انا واقف امامه. حتى هو بيكلم اخاب الملك يقول: حي هو الرب الذي انا واقف امامه. هو دايما شعوره ان هو واقف قدام ربنا، واقف في حضرة ربنا، فبياخد القوة من الشعور ده. يوحنا المعمدان برضو كان ليه نفس الشعور ده، انه دايما واقف قصاد ربنا، وده انعكس على خدمته. عشان كده بدأت بعبارة قوية: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. أول ظهور ليه
يقدم جملة قوية كده، توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. عشان كده اليهود لقوا قدامهم شخص مختلف، شخص غريب، مش بيقول كلام كده وخلاص، لا، كلام ليه روح، كلام ليه قوة. عشان كده ابتدوا يسألوه: من أنت؟ إيليا أنت؟ النبي أنت؟ أو ما فاكرين أنه هو إيليا؟ شوفوا قد إيه قوة شخصيته وقوة روحه. سميه يوحنا الروح الناري، الروح الناري، عشان ليه مخدع. قلنا الداخل هيبقى ليه تأثير على الخارج، مش هينفع الخارج. طول ما الخارج ضعيف أعرف أن الداخل كمان ضعيف، المخدع بتاعي ضعيف، أو ممكن يكون ما فيش مخدع. يوحنا المعمدان وماري مرقص كاروزنا، كل واحد كان ليه رؤية وهدف. هو مش جاي كده وخلاص، ليه رؤية وهدف، ليه رسالة توبة، هيجي يغير يقوم من الأموات. بس عشان يغير ويقوم ده محتاج روح قوية، محتاج الأول يكون في مخدع قوي. يوحنا وماري مرقص كانوا جايين كل واحد باصص على المسيح، وكل واحد فيهم جاي بيقول أنا بشاور على المسيح. يعني ما تفتكروش إن أنا، لا، ده أنا بشاور على المسيح. فخلى كل الناس كمان معاه تبص على المسيح. طول ما هو باصص على المسيح خلى الناس كلها اللي حواليه، يوحنا المعمدان أو ماري مرقص، خلى كل الناس برضو تبص على المسيح. وكأن ربنا عايز يقولنا إن ده كمان دور كل واحد فينا، دور كل واحد فينا، إن العالم ما شافش المسيح، لكن العالم محتاج إن هو يشوف المسيح فينا، في كل واحد فينا. العالم كله ممكن تلاقيه باصص على الأرض، باصص على الخطية، باصص على الشهوة، لكن لما يجي العالم يبص لنا يلاقينا باصين في اتجاه تاني خالص، يلاقينا مختلفين، باصين في اتجاه السماء، باصين في اتجاه المسيح، باصين على الفضيلة. فيجي العالم برضو يسألنا زي ما اليهود سألوا يوحنا: من أنت؟ العالم برضو لما يلاقينا مختلفين وباصين على المسيح هيقول لكل واحد فينا: من أنت؟ فهنجاوب برضو زي يوحنا، هنجاوب على العالم برضو زي يوحنا وقول له: أنا صديق العريس، أنا صديق العريس، تعال معايا هوريك العريس السماوي اللي عايش جوايا، هوريك العريس السماوي اللي انت ما شفتوش، انا هعرفك بيه، انا ليا عشرة معاه، هو ساكن جوايا، فانا هوريك العريس السماوي بس من خلالي، انا مجرد صديق هعرفك بالعريس. العالم محتاج مننا كل واحد كده، نقول له: انا صديق العريس، انا هعرفك بالعريس السماوي. ممكن يكون ربنا بعتني عشان اكون ملاك اهيئ الطريق قدامه زي يوحنا المعمدان، او زي استفانوس. استفانوس يقول كده: نظر وجهه كأنه وجه ملاك. العالم محتاج برضو في كل موقف انا بتحط فيه هو محتاج يشوف وجه الملاك دوت فيا. اي موقف يحصل لي المفروض ان العالم يشوفني ينظر وجهي كأنه وجه ملاك. اشهر جملة قالها المعمدان انه صوت صارخ. صوت صارخ معناه مش صوت بيزعق، صوت بيعمل دوشة، لا، صوت ليه قوة بيحمل رسالة توبة. هو صوت صارخ بيحمل رسالة توبة، زي ماري مرقص صوت صارخ جه مصر وغير مصر كلها. ربنا كمان عايزني مش بس ملاك أهيئ الطريق قدامه، لا، ده عايزني كمان أكون صوت صارخ زي يوحنا المعمدان، زي ماري مرقص الرسول. صوت صارخ بمعنى ايه؟ اول حاجة ربنا عايزني يكون فيها صوت صارخ، صوت صارخ من اجل نفسي، يبقى جوايا صرخة توبة، صرخة رجوع لي، صرخة من جوايا اقول فيها كده: اخطأت يا ابي الى السماء وقدامك، ولست مستحق ان ادعى لك ابنا، بل اجعلني كاحد اجراءك. صوت صارخ زي ارمية ما صرخ كده وقال: توبني يا رب فأتوب، توبني فأتوب. ربنا عايز يكون جوايا صوت صارخ كده، صوت صارخ يقول مع داود النبي: من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي. صوت صارخ
زي العشار اما صرخ وقال اللهم ارحمني انا الخاطي، فنزل مبرر. صرخة من جوايا تقول لربنا اتركها هذه السنة ايضا، اتركها هذه السنة ايضا. ربنا كمان عايزني صوت صارخ زي يوحنا وزي مريم مرقص من اجل كل واحد حواليا. يعني انا اكون صوت صارخ مش على مراتي وعلى اولادي، لا ده انا صوت صارخ من اجل مراتي من اجل اسرتي، وبرضو حضرتك صوت صارخ مش على جوزك، صوت صارخ من اجل بيتك، من اجل سلام البيت. صوت صارخ حتى لو انا في دقيقة يبقى فيه صوت صارخ من اجل الدقيقة ديت، صوت صارخ من اجل المشكلة ديت. زي موسى كده ما عمل مع الشعب، صرخ لربنا من اجل شعبه. فربنا عايزنا صوت دايما صوت صارخ زي يوحنا. الصوت الصارخ اللي بيبقى من جوايا ده بيبقى من عمق قلبي، هو ده اللي بيغير، هو ده اللي بيغير. يقول كده افلا ينصف الله مختاريه الصارخين اليه نهارا وليلا، اقول لكم انه ينصفهم سريعا. ربنا عايزني كمان صوت صارخ من اجل نفسي، صوت صارخ من اجل اسرتي وسلام بيتي وخلاص بيتي واسرتي، وكمان صوت صارخ في وجه الشيطان. يوحنا عمل حاجة حلوة قوي، ان وقف قصاد هيرودس وقال له ايه؟ قال له لا يحل لك. يقول كده احد الاباء ان يوحنا فضل ان يكون بلا رأس على ان يكون بلا ضمير. يوحنا ما هموش رأسه لكن يهمه ضميره. هو رأسه هو المسيح، فضل ان هو يكون من غير رأس بشرية لان ليه رأس تانية هو المسيح. فقال لهيرودس لا يحل لك، زي ما ايليا قال للاخاب حي هو الرب الذي انا واقف امامه، وقف قدام اخاب وايزابل. انا المفروض يكون جوايا برضو صوت صارخ يقول للشيطان لا يحل لك، زي ما يوحنا عمل مع هيرودس رمز الشيطان. انا في مواقف كتيره بتحط فيها في حياتي بس ما بقولش لا يحل لك. يعني لو الشيطان عايزني ما اكونش امين في شغلي وعدي حاجه وافوت حاجه واطنش على حاجه، المفروض يكون في صوت صارخ جوايا يقول له لا يحل لك. لو قاعد في قاعده فيها نميمه فيها ادانه بتكلم على حد، المفروض الصوت الصارخ اللي جوايا يطلع يقول برضو لا يحل لك. لو الشيطان عايزني يمشي مع الطيار بتاع العالم وجملته الشهيره اللي هو بيقولها ما كله بيعمل كده، هو انت الوحيد اللي تبقى مختلف، فالمفروض اقول له لا يحل لك، وافتكر ان شخص قوة شخص تغير شعب، قوة شخص ليه مخدع تغير شعب. فدايما اقول لا يحل لك. لو عايز الشيطان اي محبة غريبة تدخل غير محبة المسيح هقول له برضو لا يحل لك. انا عايز اعرف الشيطان ان انا زي يوحنا المعمدان مش قصبة تحركها الريح، انا مش قصبة تحركها الريح، انا دايما في كل موقف لا يحل لك. بس انا مش هعرف اعمل كده الا ما يكون ليا مخدع قوي، في عشرة في علاقة مع المسيح، ليا مخدع قوي وليا مذبح على طول باجي اخد جسد المسيح ودمه. مريم مرقص ليه مخدع قوي وكان ليه علية بيتقابل فيها مع المسيح، بيتحد فيها مع المسيح وفي عشرة مع المسيح. المفروض يكون ليا علية انا كمان في بيتي اتقابل فيها مع المسيح. مش هقدر اغير ولا اتغير، مش هقدر اثر ولا اتاثر الا لو انا ليا مخدع قوي وليا مذبح منتظم عليه. ربنا يدينا دايما ان احنا نكون لينا مخدع قوي ولينا مذبح قوي زي يوحنا المعمدان، ولهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين.